بالتايبون ودي لازم، والثانيه داي سلفايد اف بريزنت. جميل جدا. قلت البروتين او البولي بيبتدشين وهو في البرايمري ستراكشر له تو تيرميناي، واحده اسمها ان تيرمينس فيها فري امينو جروب ترسم ناحيه الليفت، والثانيه اسمها سي تيرمينس فيها فري كاربوكسيل جروب ترسم ناحيه الرايت. ولما اجي اقرا اي بروتين اجي اقرا اي بولي بيبتدشين اقرا من فين؟ من الان للسي، يعني من الليفت للرايت. هل البرايمري ستراكشر كافيه لوصف شيب البروتين؟ لا، ده البروتين في البرايمري ستراكشر شكله راندوم كويل، حاله دون عشوائيه. طيب السكند ستراكشر بعمل فولدنج للبولي بيبتدشين لحاجه من اتنين، يا اما الفا هيليكس يا اما بيتا بليتي شيتس. الالفا هيليكس بيحصل فولدنج للبولي بيبتدشين وبعمل رايت هاندد كويل. يعني ايه رايت هاندد؟ لافت كلوك وايز ولا انتي؟ انتي كلوك وايز. وله دايمنشن، كل ترن لينسا دي 0.54 نانومتر، فيها كام امينو اسيد؟ 3.6 امينو اسيد، فاللينس بتاع كل امينو اسيد قد ايه؟ 0.15 نانومتر. مينتين ذا بوند تسمى هيدروجين بوند. كل بيبتايد بوند او كل امينو اسيد يعمل 2 هيدروجين بوند مع الفورس امينو اسيد اباف والفورس امينو اسيد بيلو. جميل جدا جدا جدا. طيب الهيدروجين بوند له صفه اقول دي انتر ايتشين ولا انترا ايتشين هيدروجين بوند؟ دي انترا ايتشين هيدروجين بوند. وعشان معظم او كل الاكسجين والهيدروجين عامل هيدروجين بوند بيبقى هيدروفوبيك ومش بيدوب في الميه كويس. والاكزامبلز الالفا كيراتين اللي موجود في الان ستريتشد هير وموجود كمان في الهير وفي النيل. النوع الثاني من السكند ستراكشر اسمه بيتا بليتد شيت، واول كلمه لازم اعرفها ان ده اكستندد مش بوندد. يحصل ما بين اثنين او اكتر اكستندد بولي بيبتايد تشين. جميل جدا. طيب مينتيند بايه؟ برضه بهيدروجين بوند، بس هتبقى انتر تشين ولا انتر تشين؟ انتر تشين هيدروجين بوند. والبيتا بليتشيت يا اما تبقى بارلل يا اما تبقى انتي بارلل بيتا بليتشيت، موجوده في نوع من الكيراتين اسمه بيتا كيراتين، وده موجود في الاستريتشد هير وكمان في الاميلويد بروتين اللي بيظهر في الزهايمر ديزيز. في بقى اذر فورمز من السكندري ستراكشر غير البيتا بليتشيت والالفا هيليكس. واحد اسمه لوب، ودي وصلة فيها 10 امينو اسيد، فيها تشارج امينو اسيد كتير، توصل ما بين اثنين انتي بارلل بيتا بتتشيت. واشهر نوع من اللوب يسمى هير بين لوب. في كمان حاجة اسمها بيتا بند او بيتا تيرن. البيتا بند او البيتا تيرن دي اصغر شوية، بتبقى 4 امينو اسيد فيها برضو تشارج امينو اسيد، وتوصل ما بين 2 ادجيسنت بيتا بتتشيت. طيب في منطقة كمان اسمها disorder region، منطقة في البروتين ليس لها شكل محدد يعني disorder، لكن becomes order لما تشبك في ليجند. يعني ايه ليجند؟ أي حاجة بتشبك سواء ميتال أو انزيم أو هرمون. طيب جميل جدا. والله ده اسمه second structure. في حاجة بقى اسمها super second structure، حاجة أعلى شوية من secondary، بشوف شكل هندسي محدد أسميه motif. هذا الشكل الهندسي الاقيه متكرر كتير في نفس البروتين في نفس البولي بيبتايد تشين، فاسمي ده سوبر سكند ستراكشر. الموتيف ده ممكن يكون بيتا الفا بيتا، جزء من البروتين بيتا، بعد كده هيليكس، بعد كده بيتا تشين، بيتا الفا بيتا، بيتا الفا بيتا. شكل هندسي موتيف اهو متكرر مئات المرات، متكرر كتير قوي، اسمي ده سوبر سكند ستراكشر. او الاقي الموتيف ده عباره عن جريك كي متكرر كتير قوي في نفس البروتين، اسميه سوبر سكند ستراكشر. او الاقي حاجه زي موج البحر كده اسميه بيتا مياندر، متكرر كتير، اسميه سوبر سكند ستراكشر. اتفقنا مع بعض السكند ستراكشر كفايه لوصف الفايبرس ولا جلوبر بروتين؟ ولا تكفي لوصف الجلوبلر. وعشان اعمل جلوبلر انتقلت الى التيرشري ستراكشر.
twisting of the polypeptide peptide chain to form a globular protein. ايه الفورسز ايه البونز اللي بتمنتين التيرشري؟ قال لك مسؤول عن الار راديكال. لو الار راديكال هيدروفوبيك يبقى هيدروفوبيك انتراكشن، وكمان فالنس فورسز. لو الار راديكال بولر هيدروجين بون. لو الار راديكال تشارجد اسيديك او بيزيك امينو اسيد الكتروستاتيك انتراكشن او يونيك بون. لو الار راديكال فيها اس اتش جروب دايسلفايد بون. والتيرشري ستراكشر كفايه لوصف جلوبلر بروتين. لكن لو عندي بروتين كبير جزء منه فولدد بشكل معين والجزء الثاني فولدد بشكل اخر، اسمي ده دومين واسمي ده دومين، ده لوظيفه معينه وده كمان لوظيفه معينه، وده في اللارج بروتينز. طيب جميل، كواترنري ستراكشر بقى. في الكواترنري ستراكشر قلت عندي بروتين مكون من مور ذان بولي بيبتيدشين. العلاقة ما بين هذه البولي بيبتيدشين وبعضها ده اسميه كواترنري ستراكشر. مثلا هيموجلوبين مكون من 4 بولي بيبتيدشين، العلاقة ما بينهم ده كواترنري ستراكشر. الكولاجين 3 بولي بيبتيدشين، العلاقة ما بينهم كواترنري ستراكشر. والبونز اللي بتمنتين الكواترنري هي نفس البون اللي بتمنتين التيرشري. عشان نقفل النقطة دي بقى، والنقطة اللي بتحركوا دايما، ما الفرق بين البيتا بليتد شيت والكواترنري؟ بص عندك البيتا بليتد شيت اكتر من بولي بيبتيدشين كلهم برايمري ستراكشر، كلهم اكستندد. يبقى في البيتا بليتد شيت مور ذان 1 بولي بيبتيد، 2 او 5 او 10، لكن كلهم ايه؟ اكستندد، كلهم برايمري ستراكشر وشابكين مع بعض بنوع واحد فقط من البوند اسمه هيدروجين. اما الكواترنري انا عندي بروتين في اكتر من واحده بولي بيبتايد، واحده عامله سكندري ستراكشر، الثانيه عامله تيرشري ستراكشر، كلهم تيرشري وشابكين مع بعض بخمس انواع من البون، في هيدروجين وفي هيدروفوبيك وفي فالز وفي الكتروستاتيك وفي كمان الدايسلفايد. يبقى في فرق كبير. في البيتا بيتشيت كلهم برايمري ستراكشر، كلهم مفرودين وشابكين مع بعض بس بمين؟ بهيدروجين. اما في الكواترنري لا، ده واحد سكندري ستراكشر، واحد تيرشري او كلهم تيرشري وشابكين بخمس انواع من البول. دي حاجه ودي حاجه، دي اسمها سكندري ودي اسمها كواترنري ستراكشر. اتفضل. يعني جماعه البيت مش هيعمل لي كواترنري؟ لا، ما انا هكمل بقى عليها، ما انا هكمل البيتا بيت الشيت دي، ممكن الفها واخليها تيرشري ستراكشر، ممكن اجيب جنبها واحده كمان واكمل كواترنري، اكمل زي ما عايز، ممكن اقفل لغايه كده واعمل فايبرز بروتين او اكمل براحتي حسب نوع البروتين. فالناس اللي تيرشر دلوقتي ما كانوا بيتا بليتد شيت لفته بقوا تيرشر. تمام؟ دخلنا بعد كده يا جماعه على البروبرتيز اوف بروتين، وقلنا عندي بروبرتيز كتير للبروتين. الاولى سميناها يا دكاتره كلنا البروبرتيز، بعد كده قلنا انفوتيريك بروبرتي وفي ديناتيوريشن وفي اوزموتيك بريشر وفي بريسيبيتيشن اوف بروتين وفي كمان ايزوليشن اوف بروتين. بدانا بالكولويدال بروبرتيز اوف بروتين، وقلنا يا جماعه ان البروتين له هاي موليكولار ويت، ولما يدوب في الميه يعمل كولويدال سوليوشن، اي نوع؟ النوع اللي اسمه ايمالسوي. طيب جميل، قلنا كمان ان بعض البروتين مش بتبقى سولوبل في الووتر، تبقى سولوبل في الدايلوتد سوليوشن زي الجلوبولين، وفي بعض اخر انسولوبل تماما في الميه زي الكيراتين. عايزين بقى برضو نفهم مع بعض موضوع السولوبيليتي ده. السولوبيليتي والبروتين بيدبند على حاجتين. اول حاجه الاستراكشر. والله قلنا لو هو الفا هيليكس هيبقى انسولوبل فلو، لو هو حاجه تانية غير الفا هيليكس بيتا بيتشيت مثلا هيبقى سولوبل فلو. دي حاجه. الحاجه التانية قال لك كمان السيكونس اوف امينو اسيد. لو عندي بروتين في اتشارجد امينو اسيد كتير قوي، اسيدك وبيزك كتير، هيبقى سولوبل ولا مش سولوبل؟ طبعا سولوبل. ولو عندي بروتين معظم الامينو اسيد اللي فيه ايه ماله ده؟ هو بيعلق ولا متهيألي ولا ايه الموضوع؟ لو عندي بروتين الامينو اسيد اللي فيه كلها هيدروفوبيك، حتى لو كان بيتا بيت شيت هيبقى سولوبل؟ لا. يبقى بيدبند على حاجتين، الاستراكشر دي حاجه، والحاجه الثانيه يا دكاتره السيكونس في امينو اسيد. لو الامينو اسيد اللي موجوده من النوع اللي هو اتشارجد امينو اسيد سواء كان اسيدك او بيزك هيدوب كويس قوي، لكن لو هي هيدروفوبيك مش هيدوب.
خلي بالك دايما البروتين لما بيعمل جلوبولر بروتين بيخلي الهيدروفوبيك امينو اسيد لجوه ويخلي البولر والشارد امينو اسيد لبره، وبالتالي السولوبيليتي بتاع البروتين تزيد. اما لما بيتفك بقى بيبقى كله في مواجهه الميه فالسولوبيليتي تقل. يبقى السولوبيليتي بتاع اي بروتين تختلف من واحد للتاني حسب الاستراكشر وحسب السيكونس في امينو اسيد. لو هو الفا هيليكس بس هيبقى انسولوبل. طب لو الفا هيليكس ولفيته بقى تيرشري هيبقى سولوبل. عارف ليه؟ عشان هخبي كل الهيدروفوبيك امينو اسيد لجوه، وهيبقى بره الكربوكسيل جروب ازاي ده والامينو جروب ازاي ده بتاع الاسيديك او البيزك امينو اسيد فيتحول الى سولوبل. لكن لو عندي الفا هيليكس فقط لا غير مش ملفوف لا انسولوبل هيدروفوبيك. لكن لو كملت ولفيته ما انا هخبي الهيدروفوبيك امينو اسيد وهيبقى في الوول بس اسيديك وبيزك هيبقى سولوبل. فالسولوبيليتي تتفاوت من بروتين لبروتين. لما اقول لك الجلوبولين ده بيبقى انسولوبل في الووتر. اتفضل. ما لسه اقول والله واحده واحده. لما اقول لك جلوبولين ده انسولوبل في الووتر وسولوبل بس في دايلوت السولفنت او دايلوت السوليوشن، ليه؟ عشان هو السيكونس بتاع الامينو اسيد اللي فيه معظمها هيدروفوبيك وبالتالي ما ينفعش يدوب في الماء. لو عملت دايلوت سوليوشن يدوب كويس. لو قلت لك واحد سولوبل كويس او في الماء يبقى السيكونس اوف امينو اسيد اللي فيه اتشارجد جدا 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 وفي تشارج كتير فبيدوب بسهوله. يبقى كل بروتين السولوبيليتي بتاعته تختلف من نوع للتاني حسب السيكونس اوف امينو اسيد اللي فيه ايه. اتفضل. طب يعني هو انا لما احط السولوبل ايه اللي اختلف؟ ما هنقول النهارده، ده موضوعنا النهارده بقى. هنقول النهارده لما احط السولت هيختلف ايه، ده هنقوله كله النهارده. يبقى كل بروتين السولوبيليتي بتاعته تتفاوت حسب السيكونس اوف امينو اسيد. طيب جميل جدا جدا. في بروتين زي الكيراتين ده انسولوبل خالص. ليه؟ اولا هو الفا هيليكس فالالفا كيراتين انسولوبل. هتقول لي ما البيتا كيراتين برضو انسولوبل، ما السيكونس اوف امينو اسيد اللي في الاثنين هيدروفوبيك فبالتالي انسولوبل. يبقى كل حاجه ارجعها للسيكونس والله حسب الامينو اسيد اللي موجوده. امينو اسيد موجوده شارجد وكتير هيدوب، امينو اسيد موجوده هيدروفوبيك مش هيدوب. ودي سميناها مع بعض كولويدال بروبرتيز اوف بروتين. دخلنا بعد كده ماله الكيراتين ثاني ليه انسولوبل. الالفا كيراتين ده الفا هيليكس دي حاجه، الحاجه الثانيه السيكونس اللي فيها هيدروفوبيك، والبيتا كيراتين مع انه بيتا شيت برضو السيكونس اللي فيها هيدروفوبيك فما يدوبش. فسواء كان الفا او بيتا كيراتين الاثنين مش بيدوبوا في الماء. الانفوتريك بروبرتيز اخذناها قبل كده وعرفناها، البروتين فاسيتيك ميديا رياكت از بيز وكاريز بوزيتيف تشارج، وان الكالايم ميديا رياكت از اسيد وكاريز نيجاتيف تشارج، وفي نقطه اسمها ايزو الكتريك بوينت بيكاري البوزيتيف والنيجاتيف تشارج واسميه دايبولار ايون او زويتر ايون. زمان لما خدنا امينو اسيد كان امينو اسيد فيه وان كربوكسيل وان امينو فكان ليه ده يعني ليه انفوتريك بروبرتيز. لكن البروتين ده ما انا جبت الامينو اسيد الكربوكسيل مع الامينو وضعه. مين مسؤول عن الانفوتريك بروبرتيز والبروتين؟ الاكسترا كربوكسيل جروب بتاع الاسيتيك امينو اسيد والاكسترا امينو جروب بتاع البيزك امينو اسيد، ده اللي مسؤول عن الانفوتريك بروبرتيز. الامينو اسيد كان واحده بس كربوكسيل مع واحده امينو فكان الايزو الكتريك بوينت ثابته لكل الامينو اسيد. اما كل بروتين فيه اكسترا كربوكسيل واكسترا امينو مختلف عن الثاني، وبالتالي كل بروتين له ايزو الكتريك بوينت تخصه حسب في كام كربوكسيل فري وكام امينو فري. طيب جميل. في الايزو الكتريك بوينت البروتين بيبقى لس ولس، لس سولوبل وكمان لس ستيبل. هل هي مايجريت في الكتروفوريس؟ وكمان داز نوت مايجريت في الكتروفوريس. دخلنا كمان على حاجه اسمها دي ناتوريشن، وقلنا لوس اوف ذا اورجانيزيشن اوف بروتين. بفك البروتين مع بريكنج داون اوف سكندري وتيرشري وكواترنري ستراكشر اوف بروتين. الاسباب ايه؟ قلنا والله في فيزيكال وفي ميكانيكال وفي كيميكال. فيزيكال كوزز زي مين؟ قال لك انكريس تمبرشر هتخلي البروتين يحصل له ديناتوريشن. كل البروتينات لما ارفع الحراره يحصل لها ديناتوريشن. بعض البروتينات مع الحراره يحصل لها حاجات ثانيه بعضها، زي مثلا البوم جلوبولين قال لك مع الحراره بعد الديناتوريشن يحصل لها فلوكيوليشن تحاصل، كمان كواجوليشن تجلط. ده مش كل البروتين، ده بعضها وهما الهيت كواجلوب البروتين زي البومين وجلوبولين. البومين وجلوبولين انا هاخدهم النهارده برضو تاني ما تقلقوش.
طيب جميل جدا جدا. الدنيا حر قوي انا ملاحظ. ما تشغلوا مراوح يا جماعه والتكييف والحاجات دي. لا الدنيا حر حرام. متفقين يا جماعه؟ في كمان فيزيكال زي ريبيتد فريزنج اند سو، واحد بيفك حاجه بيجمدها ويفكها، يجمدها ويفكها، هيحصل برضو ديناتوريشن. ميكانيكال حاجه فيها حركه زي ايه؟ زي الستيرنج الرج او الجرايندنج الطحن. في كمان كيميكال كوزز تعمل ديناتوريشن. 3 اس ودي ار. اول اس سترونج اسيد او سترونج بيز. ثاني اس سولفنت. اي سولفنت؟ الاورجانيك وانز. وكمان يا دكاتره السولز اوف هيفي ميتال. ال دي ديترجنت والار ريديوسينج ايجنت. كل ده يعمل ديناتوريشن ازاي؟ قال لك الحاجات دي بتديزربت بتانترفير مع البونز اللي عامله التيرشر ستراكشر وتفكها وتخلي البروتين يحصل له ديناتوريشن. طيب جميل جدا جدا جدا. الديناتوريشن قلنا ان حاجه سبيسيفيك للبروتين، يعني لا موجوده لا في ليبيد ولا موجوده في كربوهيدرات. طيب ممكن تتعكس؟ ممكن يحصل له ريناتوريشن؟ افهم دي بقى. قال لك زمان لما خدنا الدي ان ايه في ثانوي كانوا تو سترينز شابكين مع بعض بهيدروجين بوند. لما ارفع الحراره كانوا يتفصلوا عن بعض ديناتوريشن. اعمل كولينج يرجعوا زي الاول بالظبط، وده سميه ريناتوريشن. تعتقد ان الريناتوريشن في البروتين زيه في الدي ان ايه؟ لا اكيد لا اكيد لا. قال لك لو البروتين سيمبل وعباره بس عن اتنين بولي بيبتدشين شابكين باتنين دايسلفايد بوم، ده الانسولين. الانسولين كده بولي بيبتدشين اسمها A مع بولي بيبتدشين اسمها B شابكين مع بعض الدايسلفايد. لو حطيت ريديوسنج ايجنت يدي اتش 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 فصل. طب شلت الهيدروجين خلاص يرجعوا يشبكوا مع بعض تاني ريناتوريشن ويرجع انسولين زي الاول. لكن لو عندي بقى بروتين عباره عن الفا امينو اسيد وملفوف قوي بالشكل ده، هل هعرف اعمل له ريناتوريشن بنفس الشكل ده؟ مش هيعرف. يبقى بالتالي الريناتوريشن يبقى ملحوظ لو البروتين بتاعي سيمبل. لكن لو البروتين بتاعي كومبلكس ومتعقد وجلوبلر قوي بالشكل ده، هيحصل له اري فولدنج لكن مش زي الاول. يبقى الريناتوريشن ممكن يحصل في البروتين لكن مش بصفه ملحوظه قوي زي الدي ان ايه. لا يحصل له ريفولدنج لكن مش هيبقى زي الاول، مش هيؤدي نفس الفانكشن. لكن لو كان بس سيمبل بروتين حاجه صغيره قوي يعني ممكن الاقي فيه ريناتوريشن صح. طب جميل، ايه التشينجز اللي ممكن تحصل نتيجه الديناتوريشن؟ قلنا اول حاجه في السوليوبيليتي يحصل ايه؟ عشان فردته بقت كل النمبولر امينو اسيد اكسبوز للميه. طيب الفيسكوزيتي والدايستابيليتي والفانكشن لوس، يحصل لوس فانكشن. انا قلت قبل كده اذا فقد البروتين شكله فقد وظيفته. شكل البروتين مهم لوظيفته. طالما شكل البروتين باظ يبقى كمان البروتين ملوش وظيفه، فقد وظيفته. لو كان هرمون او انزيم لوس اوف بايولوجيكال فانكشن، لو كان انجين لوس اوف انتيجينيك بروبرتي. ده اللي قلناه المره اللي فاتت. النهارده بقى هنكمل مع بعض حديثنا عن البروبرتيز اوف بروتينز ونشوف بقى نمبر 4 في البروبرتيز اوف بروتين تسمى اوزموتيك بريشر. احنا خدنا الكلام ده، خدنا في نوعين من الاوزموتيك بريشر. في نوع اسمه كريستالويدال اوزموتيك بريشر ونوع تاني اسمه مين اكتر؟ مين اهم؟ ليه؟ لان البروتينز نان ديفيوزابل، وعشان كده كنت بقول الكولويدال اوزموتيك بريشر اللي اسمه اونكوتيك بريشر بيكونترول الباسج اوف فلويدز اكروس سيل ميمبرين. وكان الهايبوبروتينيميا تعمل مرض اسمه إديما. الكلام ده كله قديم، بكرره تاني. عندك رقم الصفحه اللي مكتوب فيها الكلام ده، هو الكلام القديم بيتعدى. اسمه اوزموتيك بريشر او بروتين او كولويدال اوزموتيك بريشر. اللي بعدها بقى في منتهى الاهميه،
اللي بعدها بتكلم عن البريسيبيتيشن اوف بروتين. هرصد البروتين وما تلخبطش زي امبارح اتلخبطوا ما بين البريسيبيتيشن اوف بروتين والايزوليشن اوف بروتين. كلمه ايزوليشن يعني عندي ميكشر بروتين مع كريستالويد افصلهم عن بعض او بروتين مع بروتين افصلهم عن بعض. هنا بريسيبيتيشن يعني بروتين داي في سوليوشن ارصب البروتين اطلعه بره سوليوشن فده اسمه بريسيبيتيشن. قال لك البريسيبيتيشن اوف بروتين يحصل بكذا حاجه. اول حاجه هعمل بيها بريسيبيتيشن قال لك باي كونسنتريتد سولت سوليوشن. لو جبت محلول ملحي مركز كونسنتريتد سولت سوليوشن ممكن يرسب البروتين. زي ايه؟ قال لك والله زي الامونيوم سلفيت، زي الصوديوم سلفيت، زي المغنيسيوم سلفيت، كلها ايه محاليل ملحيه ممكن ترسب البروتين. وهنا بقى هتلاقي عندك بوكس كلمتين مهمين جدا 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 لازم افهمهم. كلمه اسمها سولتنج ان وكلمه اسمها سولتنج اوت. يعني ايه سولتنج ان ويعني ايه سولتنج اوت؟ سيب الورق وخليك مع البورد. قال لك لو جبت بروتين انسولوبل ان ووتر زي الجلوبولين، جبت كوبايه ميه وحطيت فيها الجلوبولين اما انا ادوب هل الجلوبولين يدوب في الميه؟ لا. قال لك هات شويه سوليوت صغيرين صغيرين شويه صغيرين دوبهم في الميه واعمل دايليوت سوليوشن. قال لك لما تحط سوليوت في الميه وتدوبها هتلاقي الجلوبولين يدوب في الميه. يعني مع السولت الجلوبولين بقى ان فاسميها سولتنج ان. لما احط سوليوت الجلوبولين بقى ان سوليوشن فاسميه سولتنج ان. لو هتكلم بكيمياء هقول increasing the solubility of proteins by adding diluted solute. يعني هو كان insoluble لما حطيت كمية صغيرة من السوليوت وعملت diluted solution أصبح وبالتالي مع السولتنج البروتين بقى إن فأسميه سولتنج إن. تاني عندي بروتين لا يذوب في الماء pure water مش دايب أدوب مش دايب رحت جبت سوليوت كمية صغيرة حطيت السوليوت دوبته فعملت دايليوتد سوليوشن مع الدايليوتد سوليوشن أصبح دايب وبالتالي مع السولتنج بقى إن السوليوشن أسميه سولتنج إن. Increasing the solubility of protein by adding diluted solution. ما لسه ده انا بفرق الكلمه طبعا كونسنتريتد مش ده سولتنج اوت اللي هقولها بعد شويه واحده واحده. الثانيه بقى اسمها سولتنج اوت. سولتنج اوت يعني ايه؟ يعني العكس. قال لك عندك سوليوشن ميه ودايب فيها البروتين ميه ودايب فيها البروتين. قال لك عملت فول ساتوريشن او بارشال ساتوريشن للمحلول بسولت حطيت سولت كتير وعملت فول ساتوريشن او بارشال ساتوريشن. قال لك لما اعمل فول ساتوريشن او بارشال ساتوريشن الاقي البروتين اللي كان دايب اترسب. يعني مع السولتنج البروتين بقى اوت سوليوشن فاسميها سولتنج ايه اوت. وخدنا مثال شهير الالبومين لو عملت فول ساتوريشن بامونيوم سلفيت يحصل له بريسيبيتيشن. الجلوبولين لو عملت فول ساتوريشن او هاف ساتوريشن يبقى ايه؟ بريسيبيتيشن. طبعا خيالكم الواسع اللي شغال يومين دول مش هيقف عند كده، هيقول لي اشمعنى لما احط دليوت السوليوت يحصل سولتنج ان والدوبان يزيد ولما احط سوليوت كتير هاف او فول يحصل بريسيبيتيشن؟ اكيد بتسال يعني اكيد مش هتعدوها دي مش علينا بس انا هقولها واشرحها عشان تفهم. بص يا جماعه لو بصيت لاي بروتين هلاقي بروتين جلوبولر بهذا الشكل، الهيدروفوبيك امينو اسيد موجوده في الكور والبولر والتشارجد امينو اسيد موجوده في الكور. يعني اللي ارسمه بالاحمر ده هي التشارجد امينو اسيد. قال لك بس ده ما يمنعش برضو يعني ان في الكور برضو هيدروفوبيك ما كتير هوديهم فين يعني. فلاقي كمان اللي بالاسود ده هيدروفوبيك امينو اسيد. قال لك على حسب النسبه ما بين التشارجد امينو اسيد والهيدروفوبيك امينو اسيد يكون السوليبيليتي.
لو الاحمر ده كتير للشارج امينواس كتير هيدوب كويس ويدوب في الميه عادي، لكن لو الاسود ده اللي هو مال هيدروفوبيك امينواس كتير مش هيدوب في الميه. قال لك الجلوبولين فيها هيدروفوبيك كتير احطه مش بيدوب. قال لك لكن بقى لما احط شويه سوليوت وادوبهم في المحلول بلاقي الجلوبولين يرجع يدوب، وده اسميه سولتنج ان. حصل ليه؟ قال لك لو حطيت كميه صغيره من السوليوت من الامونيوم سلفيت، قال لك اول ما احطه يتاين على طول الامونيوم والسلفيت. قال لك الامونيوم والسلفيت يبقوا اتراكتد للتشارجد بارت اوف ذا بروتين، ما ايونز اتراكتد للتشارجد بارت اوف ذا بروتين. قال لك يعملوا كانهم شيلدز، شيلدز يعني دروع يداروا الهيدروفوبيك بارت، وبالتالي السوليوبيليتي تزيد. وفي نفس الوقت انت حطيت كميه صغيره من الصولت، وبالتالي الكميه دي ما خدتش ميه كتير، فحجم السولفنت استيل كتير عشان البروتين يدوب فيه، حجم السولفنت استيل كتير عشان البروتين يدوب فيه، ودي السولتنج ان. طب السولتنج اوت بقى، قال لك البروتين ده يبقى زي الفل، حطيت سولت كتير قوي، قال لك هيحصل حاجه في الووتر اسمها preferential solubility. preferential solubility يعني ذوبان تفضيلي. الميه بقى عندها حاجتين عايز تدوبهم، عندها البروتين اللي هو اوريدي دايب، وعندها ايونايزد سولت لسه محطوط حالا. وقال لك ده اسمه امونيوم سلفيت، وهتلاقي كلهم فيهم سلفيت. السلفيت ده يعني تشارجد جدا، يعني يدوب بسهوله. الميه تحب تدوب مين اكتر، السولت ولا البروتين؟ كل الميه، كل الميه تتجمع حوالين الايونز وتعمل سولفيشن سفير. سولفيشن سفير قال لك في الاخر هلاقي الميه كلها راحت حوالين الايونز وثابت، ما تبقاش ميه للبروتين، كل الميه راحت للسولت، وبالتالي البروتين ياجريجيت ويترسب ويحصل له بريسيبيتيشن، وده اسميه سولتنج اوت. اسميه يا جماعه سولتنج اوت. ولو انتوا فاهمين تقولوا لي بقى دلوقتي لو كان البروتين بتاعي سولوبل في الميه احسن، يحتاج كميه اكبر ولا اقل من السولت؟ أكبر. لو هو سولوبل احسن يحتاج كميه اكبر، عشان كده الالبومين ساتوريتد بايه او بريسيبيتد بايه؟ بفول ساتوريشن. اما جلوبل عشان اصلا ذوبانه في الميه ضعيف، يبقى محتاج بس هاف ساتوريشن. يا رسي فهمتوها الكلام ده؟ مش عارفين تعرف بس كلمة سولتنج ان يعني ايه وسولتنج اوت يعني. سولتنج ان يعني increase solubility by adding diluted solution زي الجلوبولين. اما سولتنج اوت يعني لو عملت فول او partial saturation للسوليوشن الاقي يحصل precipitation للبروتين. والمثال الشهير الالبومين بفول saturation امونيوم سلفيت، والجلوبولين بهاف ساتوريشن امونيوم سلفيت. ودي اول حاجه تعمل بريسيبيتيشن للسوليوشن اسمه كونسنتريتد سولت سوليوشن. طبعا انا بقصد بيها السولتنج اوت يا عبد الرحمن، لكن بقارن لك يعني ايه سولتنج ان وسولتنج اوت. تاني حاجه اعمل بيها بريسيبيتيشن للسوليوشن اسمها برضو كونسنتريتد اسيد او بيز. قال لك لو حطيت سمول اماونت من الكونسنتريتد اسيد او بيز ممكن تعمل بريسيبيتيشن للسوليوشن، لو حطيت بقى لارج اماونت تعمل ديناتوريشن. يبقى الكونسنتريتد اسيد او بيز بسمول اماونت بريسيبيتيشن، بلارج اماونت ديناتوريشن. نمبر 3 قال لك الالكول وكمان السولفنت، دي خدناها تعمل ديناتوريشن. كميه كبيره، كميه صغيره بريسيبيتيشن، كميه كبيره ديناتوريشن. مش بس كده، كمان السولت اوف هيفي ميتال خدناها تعمل ديناتوريشن، كميه كبيره، كميه صغيره بريسيبيتيشن. جميل جدا جدا جدا. حاجه بقى خمسه لازم تتفهم اسمها الكالويدال ريجنت. يعني ايه كلمه الكالويدال ريجنت؟ عندي كلمتين اعرفهم، في كلمه اسمها الكالي وفي كلمه اسمها الكالويد. هي كلمه اويد في اخر الكلمه يعني ايه؟ شبه. فده الكالي وده الكالويد يعني شبه الالكالي. قال لك ده الكالي ليه؟ قال لك عشان بيطلع او اتش، ولو اتش تاخد بروتون تبقى ميه فهو بروتون اكسبتور. قال لك ده برضو بروتون اكسبتور بس مش بيطلع او اتش.
المركبات التي تحتوي على NH2 تسمى الكالويد. ليه مش الكالي؟ اصلا مش بتطلع OH. لو بتطلع OH تاخد بروتون تبقى الكالي، لكن دي مش بتطلع OH، هي بتاخد بروتون تبقى NH3، يبقى هي مش الكالي، هي الكالويد. الاسيدز التي تتفاعل مع الالكالويد وترسبها اسمها الكالويدال ريجنت. يبقى الاسيدز اللي تتفاعل مع الالكالويد وترسبها اسمها ايه؟ الكالويدال ريجنت، زي البيكريك اسيد والفوسفوتانجستيك اسيد. بيكريك اسيد وفوسفوتانجستيك اسيد دي اسمها الكالويدال ريجنت. ليه؟ عشان بتتفاعل مع الالكالويدز وتعمل لها بريسيبيتيشن. يعني ايه الكالويد؟ مركبات فيها NH2، وبالتالي هي بروتون اكسبتور شبه الالكالي، لكنها مش بتطلع او اتش، يبقى اسمها الكالويد. جمله بقى لو انتوا فاهمينها هتقولوا ليه؟ قال لك الالكالويد ريجنت تشتغل كويس قوي وتبريسيبيتد البروتين في سوليد سولت كويس قوي في الاسيديك سايد اوف ايزوالكتريك بوينت. ليه؟ تشتغل وتعمل بريسيبيتيشن للبروتين في الاسيديك سايد اوف الايزوالكتريك بوينت. برافو عليكي. اصل في الاسيديك سايد هو رياكت از ايه؟ بيز وكاري ايه؟ يعني الكالويد اكتر، فالالكالويد ريجنت ترسبه احسن. يبقى في الاسيديك سايد هيكون هو شايل بروتون وعليه بوزيتيف تشارج، وبالتالي سهل ترسيبه. نمبر 6 بقى اسمها هيت. قال لك اه الهيت ممكن تعمل بريسيبيتيشن للبروتين، لكن بصراحه مش اي بروتين. لو البروتين ده هيت كواجولابل، هما ايه؟ هما الهيت كواجولابل بروتين. قال لك ايه وثلاثة جي، ايه؟ البومين، جي جلوبولين، جلايدنز، جلوتلينز. حفظ طبعا، بيجي في الامتحان انيومريت هيت كواجولابل بروتين، البومين، جلوبولين، وجلايدنز، وجلوتلينز. قال لك لو عندي سوليوشن في البومين، عايز افصل الالبوم حراره صغيره كده ترسب لي الالبومين. قال لك الحراره اللي تعمل كواجوليشن ايه؟ قال لك 35 ل 75. واحد قال لي طيب ما هيحصل له ديناتوريشن، هو مش ممكن الكواجوليشن ده يعني يحصل ديناتوريشن ثم كواجوليشن؟ قلت له لا، لو انت رفعت حراره قوي قوي هيحصل ديناتوريشن ثم يليها كواجوليشن، لكن حراره 35 ل 75 تخلي البروتين يحصل له كواجوليشن دون ديناتوريشن، يعني من غير ما يحصل له ديناتوريشن يبقى كواجولابل. يبقى هرفع الحراره ل 35 ل 75 فيتجلط البروتين من غير ما يحصل له ديناتوريشن. قال لك دي بتاكد احسن لما يكون البروتين في الايزو الكتريك بوينت. ايش معنى؟ بيبقى ليس سولوبل وليس ستيبل وايزي دي نيتشر، وبالتالي البروتين مش ستيبل قوي في الايزو الكتريك بوينت، فاي شويه حراره كده ممكن يرسبه. يبقى دي ميثودز. ممكن نشرح رقم 5 اللي هي الكالويدال ريجنت. طب دكتور ممكن اسال حاجه في الهيت؟ طب انتوا بنشوف واحده واحده. الكالويدال ريجنت يعني ايه؟ الكالويد يعني مركبات فيها NH2 فبتاكسبت بروتون، تمام؟ زي البروتين، بروتين فيه NH2 فيكسبت بروتون. فلو عندي بيكريك اسيد او فوسفوتانجستيك اسيد اسميهم الكالويدال ريجنت، يتفاعلوا معاه ويرسبوه في سوليد سولت، تمام؟ جميل. تشتغل احسن لما يكون البروتين في الاسيتيك سايد اوف ايزوالكتريك بوينت. ازاي في الاسيتيك سايد بقى؟ لان في الاسيتيك سايد هيبقى البروتين ده عليه بوزيتيف تشارج وشغال بيز، فتشتغل احسن. الهيت بقى انت عايزاها منا؟ اه يا دكتور. سالي عن حاجه ولا شو؟ هو مش بيبوظ البروتين، يعني لو كان هعمله لا مش بيبوظ طبعا، هو بيحصل بوليمرايزيشن للبروتين. لو رفعت الحراره قوي ديناتوريشن ثم بوليمرايزيشن، لو 35 ل 75 ممكن بوليمرايزيشن دون الكواجوليشن، يعني بوليمرايزيشن دون ديناتوريشن. لو حراره عاليه ديناتوريشن في الاول ثم بوليمرايزيشن، لو الحراره 35 ل 75 بوليمرايزيشن دون ديناتوريشن. لا هيجمعوا مع بعض. ايوه عشان البروتين بيبقى لسه ستيبل، فسهل ارسب ليس سولبل وليس مش دايب كويس ومش ستيبل، فسهل ارسبها. طب ما مش هيخبط عشان هو بيعد انا باخر و لا الهيت مش دعوه البافر. لا انا على الكلويد هو بيشيل السؤال بتاعه ليه بيعمل احسن. عشان هو في الاسيدك بوينت عليه بوزيتيف تشارج في الكلويد.
مش الكالويد يعني شبه الالكالي يعني واخد بروتون فهو اسيدك ميديا واخد بروتون فالكالويد فالالكالويد ريجنت شغال احسن. نمبر 6 في البروبرتيز اوف بروتين هي ايزوليشن اوف بروتين ودي خدناها اسمها ايزوليشن او فراكشنيشن اوف بروتينز فعلا خدناها وفي صفحه كامله لوحدها خدنا حاجه اسمها الترا فلتريشن وحاجه اسمها الكتروفوريسيس وحاجه اسمها يا عمر تعالى يا عمر لفتك لف لفتك تعالى يا رجاي عدو ما كلها هيدروليك بوينت للبروتين خاصه بيه اه وكل بروتين له هيدروليك بوينت خاصه بيه ترزع يا عمر ايه ده انا قلتها 3 مرات لغايه دلوقتي فلو انت عايزها بعد ما خلص بقى يبقى الايزوليشن دي خدناها قبل كده في صفحه لوحدها يا صفحه 19 فنفس الكلام بالظبط ايوه ده لسه والتر فيلتريشن والكروفويسيس والكلام ده كله كروماتوجرافي طبعا ما كده كده هذاكرهم مش هنسيبهم. ادخل معايا بقى على موضوع اخر يسمى كلاسيفيكيشن اوف بروتينز. لغايه دلوقتي ما قسمتش البروتينز عايزين بقى نعمل كلاسيفيكيشن للبروتينز. الشيت دي اخر حاجه في البروتين اللي هي الجديده؟ لا لسه. قلنا اربع شبات. خلاص ان شاء الله. الشبات اللي جايه صغيره كلها. كلاسيفيكيشن اوف بروتينز. بقسم البروتينز نوعين في نوع اسميه سمبل بروتينز والنوع الثاني اسميه كونجوجيتد بروتين او اسميه كومباوند بروتين. عبد الرحمن ارجع ورا. لا ورا خالص اخر صف اخر صف مش مهم تشوف المره الجايه بره بقى على طول ورا خالص يا عبد الرحمن في اخر صف في اخر صف والله يلا اتفضل. يبقى سمبل بروتين والنوع التاني اسمه conjugated او compound protein. السمبل بروتين on hydrolysis gives only amino acid. يعني بروتين لما عملها hydrolysis تدي فقط amino acid. اما الconjugated بروتين او compound بروتين لما عملها hydrolysis تديني amino acid plus another group. والله لو الجروب دي فوسفيت فوسفوبروتين. كربوهيدرات جلايكوبروتين. ليبيد لايبوبروتين. ميتال ميتالوبروتين. كالر كروموبروتين. نيوكليك اسيد نيوكليوبروتين. يبقى على حسب الجروب هي ايه اسمي الكونجوجيت بروتين. هناخدها والله لما ناخدها لما ناخدها لسه قلنا حاجه لسه نقسم. خيالك واسع موت. بسم الله. السمبل بروتين لما تتكسر فقط امينو اسيد فقط امينو اسيد. زي ايه سمبل بروتين؟ والله اول نوع اسمه بروتامين وهيستوز. النوع الثاني البومين وجلوبين. النوع الثالث جلايدين وجلوتلين. النوع الرابع بسميه سكليرو بروتين او اسميه البومينويدز. البومينويدز. يبقى بروتامينز وهيستونز البومين وجلوبولين جلايدين وجلوتلين وكمان سكليرو بروتينز او اسمها البومينويد. همسك كل واحد فيهم واتكلم عنه تفصيلا وهبدا باول واحد وهو بروتامينز وهيستون. البروتامينز والهيستونز بوصفهم اقول دول بيزك بروتين. يبقى عليهم بوزيتيف شارج ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف شارج. ليه بيزك؟ عشان ريتش ان بيزك امينو اسيد اللي هم مين؟ لايسين ارجينين هيستيدين. يبقى السؤال ده بيجي في ام سي كيو
يقول بروتامينز ان هيستون كونتينز وان اوف ذا فولوينج امينو اسيد، ويجيب لك مجموعه امينو اسيد من واحد من بوستهم واحد بيزك، تختار البيزك. يبقى البروتامينز والهيستون بيبقوا ريتش في البيزك امينو اسيد اللايسين والارجينين والهيستيدين، وعشان كده هما بيزك بروتينز. جميل جدا جدا جدا. قال لك موجودين فين في الدي ان ايه؟ البروتامين موجود في الدي ان ايه وفيش، والهيستونز موجود في ال DNA of plant and animal. يبقى هما دايما لهم علاقة بال DNA. طيب ما سميتهمش ليه نيوكليوبروتين؟ لا هسميهم نيوكليوبروتين، واخدهم ان شاء الله بإذن الله مع نيوكليوبروتين في الترم التاني، لكن ممكن الاقيهم في الصورة زي ما هما كده من غير DNA فاوصفهم سيمبل بروتين، لكن لما الاقيهم مع نيوكليك اسيد اسميهم نيوكليوبروتين وناخدهم ان شاء الله في الترم التاني. طيب حتى الهيموجلوبين، الهيموجلوبين عباره عن حاجتين، عباره عن هيم شابك في جلوبين، يبقى عباره عن هيم شابك في جلوبين. الجلوبين بارت اوف هيموجلوبين عباره عن هيستون. شغل التكييف، وقف التكييف، مش شغلوا ليه؟ مش قلت شغلوا؟ ايوه كده دكتور شغال الناس واحد شغال كفايه شغال الناس لو حر ده لانك مش عايزين خلاص بقى نستحمل بعض بقى، اللي حراني يستحمل واللي بردان يستحمل مش مشكله يا ايمن، لو جالك حاجه مش مشكله بقى ضحك نفسك بس انت فيده الناس. يبقى الجلوبين بارت اوف هيموجلوبين عباره عن هيستون. طيب سؤال بقى عايز واحد فاهم شويه، هو الدين ايه ده؟ مش اسمه ديوكسي رايبونيوكليك اسيد؟ هو ليه اسيد؟ عشان فيه فوسفيت، كل النيوكليوتات فيها فوسفيت. يعني الدين ايه ده؟ على النيجاتيف تشارج ولا بوزيتيف تشارج؟ نيجاتيف تشارج. انتوا عارفين طول الدين ايه في اي خليه كام؟ 2 متر. عارفه موجوده في نيوكليس قد ايه؟ بالمايكرو. ازاي ال 2 متر بقوا في مكان بالمايكرون؟ لفيته حوالين هيستونز. طيب لما اجي الف الدين ايه الطويل ده الف حوالين حاجه عليها نيجاتيف تشارج ولا بوزيتيف تشارج؟ يبقى عشان الهيستون ده بلف حواليه الدي ان ايه نيجاتيف، فالهيستون بيزك بروتين وعليه بوزيتيف تشارج، عشان يبقى سهل الف حواليه الدي ان ايه نيجاتيف. فهمت ازاي؟ يبقى عشان الدي ان ايه نيجاتيف الفه حوالين هيستون بوزيتيف. ودول سيمبل بروتينز اسمهم بروتامينز وهيستون، قلت بيزك بروتين ريتش ان بيزك امينو اسيد لايسين ارجينين هيستين، والبروتامين موجود في الدي ان ايه اوف فيش، هيستون دي ان ايه اوف بلانت وانيمال، والجلوبين بارت اوف هيموجلوبين عباره عن هيستون. اتفضل. لا مش صعب الحاجه، في انزيمات متخصصه في جسم تفك الهيستون. هاو الترم التاني ان شاء الله. اه طبعا، ما هو لو عندي دي ان ايه شابك في هيستون هفكه يديني دي ان ايه وهيستون نيوكليوبروتين. ما كلمه نيوكليوبروتين يعني بروتين اتاتش للدي ان ايه وار ان ايه، طبعا هو اتاتش للدي ان ايه وار ان ايه، يبقى نيوكليوبروتين. النوع الثاني بقى اسمه البومين وجلوبولين، ودي مقارنه شهيره جدا 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 ولا يخلو منها امتحان تاريخيا. دي ثالث مقارنه تاريخيه ناخدها. الالبومين والجلوبولين، والله في نقاط اتفاق ما بين الالبومين والجلوبولين وفي نقاط اختلاف. اول نقطه انتوا عارفينها، مين فيهم هيت كواجولابل؟ الاثنين هيت كواجولابل. يبقى الالبومين وكمان الجلوبولين هيت كواجولابل بروتينز. طيب جميل جدا جدا، وخلي بالك الاثنين كمان اوف هاي بايولوجيكال فاليو. يعني ايه هاي بايولوجيكال فاليو؟ حاجتين فيهم الثمانيه اسينشال امينو اسيد وكمان ايزي تو بي دايجست، يبقى الاثنين هيت كواجولابل والاثنين اوف هاي بايولوجيكال فاليو. رقم ثلاثه يقول لك جيف بوزيتيف معقول الكالوري رياكشن. ايه الكلام الغريب ده؟ فاكرين في البروبرتيز اوف امينو اسيد لما قلنا واحده نتيجه الار راديكال زي حاجه اسمها بايرت تيست وميلون تيست، قلنا ده في براكتيكال، ما دي اسمها كالوري رياكشنز. قال لك الالبومين والجلوبولين يدي بوزيتيف مع كل الرياكشنز. طب دي معناها ايه يعني؟ معناها ان فيهم كل الامينو اسيد.
اصل الكالوري رياكشن دي كل رياكشن فيهم بيدور على امينو اسيد معين. فطالما بتدي بوزيتيف مع كل الكالوري رياكشن يبقى فيهم كل الامينو اسيد. هما بروتينات كبيره قوي فاكيد فيهم كل الامينو اسيد. دكتور يعني فيهم 20 ولا فيهم 8 اسينشال؟ كلمه ان هم هاي بيولوجيكال فاليو يعني فيهم ال 8 اسينشال طبعا. اما كلمه جيف بوزيتيف مع كل كالوري رياكشن فيهم كل الامينو اسيد. تمام. كمان يا دكاتره هنقول ان الالبومين له لو موليكولار ويت اما الجلوبولين له هاي موليكولار ويت. وكمان احنا عارفين حاجه على البريسيبيتيشن. لو هرسب البومين يترسب بفول ولا هاف؟ ايوه يترسب بفول ساتوريشن امونيوم سلفيت. اما الجلوبولين هاف. يبقى خلي بالك اتش مع اتش هو هاف ساتوريشن يبقى هاي موليكولار ويت عشان ما تنساش. هو هاف ساتوريشن فيترسب او يبقى ليه هاي موليكولار ويت يبقى يترسب بهاف ساتوريشن امونيوم سلفيت. اكزامبلز بقى قال لك اكزامبلز لالبومين زي الاوفا البومين. اوفا يعني بيض. اوفا البومين يعني البومين زي اللي في البيض. وكمان لاكتا البومين. لاكت يعني لبن فالالبومين اللي في اللبن. وكمان بلازما البومين يعني الالبوم اللي موجود في البلازما. اما الجلوبولين بقى اوفا جلوبولين ولاكت جلوبولين وبلازما جلوبولين. كل دي اكزامبلز. يبقى مقارنه سهله مش صعبه. ثلاث حاجات مشتركين فيها وثلاث حاجات مختلفين فيها. الثلاثه المشتركين هيت كويجلابل وهاي بيولوجيكال فاليو وبوزيتيف مع كل الكالوري اكشن. الالبومين لو موليكولار ويت. الجلوبولين هاي موليكولار ويت. يترسب بفول ساتوريشن هاف ساتوريشن. اوفالبومين لاكت البومين بلازما البومين. اوفا جلوبولين لاكت جلوبولين بلازما جلوبولين. لو في ايه؟ لو في سي بلاك يعني حاجه مشتركه. اه طبعا لازم تتكلم في حاجه. بس اسكت. لا تسالني. ماشيين كده ببركه. تالت حاجه يا جماعه الجلايدنز والجلوتلينز. جلايدنز وجلوتلينز. اول معلومه احنا عارفينهم دول هيت كواجلابل ولا لا؟ اه دول هيت كواجلابل. يبقى الاثنين هيت كواجلابل زيهم زي الالبوم والجلوبول. كمان يا جماعه الاثنين سولوبل في الدايليوتد اسيدز اند بيزز. يبقى مش بتدوب في الميه تدوب في دايليوتد اسيد او دايليوتد بيز. كمان موجودين في السيريالز. يعني سيريالز الحبوب زي الرايس والويت وكمان الميز موجودين في الحبوب. قال لك دول بقى اسيديك بروتين وريتش ان اسيديك امينو اسيد اسمه جلوتاميك اسيد وعشان كده اسمها جلوتلين وجلايادين. الجي ال دي عشان فيها جلوتاميك يبقى هي فيها جلوتاميك اسيد وعشان كده اسيديك بروتين. فلو قلت لك بقى في الامتحان الجاي اللي هنمتحنه منشن تو بروتينز وان اسيديك اند ذا اذر از بيزك. مين الاسيديك امينو اسيد؟ سوري اسيديك بروتين ولا ايه؟ مين الاسيديك بروتين؟ جلوتالين وجلايادين. مين البيزك بروتين؟ بروتامينز وهيستون. يبقى عندي بروتينز اسيديك جلايادين وجلوتالين. عندي بروتينز بيزك بروتامين وهيستون. في بقى هنا سؤال ظريف جدا جدا بيكسب لنا وقت. زمان يا جماعة كان الفلاح المصري فعلا فلاح مصري بجد. نعم؟ دي ملهاش علاقة بدي خالص. دي سوليبيليتي. لكن ايه المشكلة؟ هو في الاسيديك ميديا هيبقى عنيه في تشارج كتير ودوب احسن. ما فيهاش مشاكل يعني. الفلاح المصري زمان كان فلاح مصري محترم قوي. قال لك لازم كل حاجة ياكلها هو اللي عاملها في بيته. لو كانوا لقوا فلاح واقف على طابور عيش كانت فضيحه. يا نهار ابيض ده بيشتري عيش من الفرن كانت فضيحه قوي. فهو كان يجي الارض بتاعته يزرع فيها ذره ميز ويخزن الميز عنده في البيت. يجي يفطر يفطر بليله من الميز. يجي يتغدى عيش من الذره. يجي يتعشى برده ذره. كل حياته ميز في ميز. فكان بيجي له مرض اسمه باللجره. حد جاله باللجره قبل كده؟
اسمها بالعربي باللجرة برضو لعب اسمها باللجرة. البلاجرة مرض الأعراض بتاعته ثلاثة بحرف الدي: ديرماتيتس ودياريا وحاجة بسم الله ما شاء الله عندكم كلكم ديمينشيا نسيان موجودة أكيد. شوفوا موضوع الميز ده بقى. قال لك ليه طيب الفلاح المصري كان بيجلوه باللجرة؟ قال لك والله الميز ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. إزاي؟ ديرماتيتس ودياريا وديمينشيا. قال لك في فيتامين اسمه فيتامين بي 3 في جسمي. الفيتامين ده يا اما اكله ولو ما اكلتوش واكلت تريبتوفان ده امينو اسيد اقدر اصنع منه فيتامين بي 3. يا اما اكله از فيتامين بي 3 يا اما اكل تريبتوفان واصنع من التريبتوفان فيتامين بي 3. قال لك الميز ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمه ربنا تنزل. ده لا هو فيه فيتامين بي 3 ولا فيه تريبتوفان. وبالتالي كده او كده هيجي له باللجره. يبقى لو قال لك سيبلين هواي كونسامشن اوف ميز از استيبل فود، يعني الواحد ياكل ميز فقط لا غير، بريديسبوز تو باللجره ليه؟ از ميز داز نوت كونتين فيتامين بي 3 اور تريبتوفان. يبقى ما باكلوش وما بصنعوش، يبقى يجي له باللجره. طبعا دلوقتي يعني محدش نعم ما هو الميز فيه جلوتين وجلوبلايت، مش قلنا موجودين في السيريال رايز وويت وميز؟ طيب خلي بالك كمان، انا مش قلت قبل كده ان كلمه فيتامين دي تعني حاجه لا يتم تصنيعها داخل جسمي ولازم اكلها؟ ما انت بتقول التريبتوفان هو بصنع منه فيتامين بي 3، ازاي يبقى فيتامين وبصنعه في جسمي؟ من مره من ايه؟ اصل التريبتوفان اسينشال امينو اسيد، يعني لازم اكله، فلو ما اكلتوش مش هتصنعه. يبقى هو جاي من اسينشال امينو اسيد، كان التريبتوفان هو البريكورسر بتاعه. يبقى لا مش متعارض ولا حاجه، ان التريبتوفان ده اسينشال امينو اسيد لازم اكله، لو ما اكلتوش ما صنعوش. اتفضل. هو الميزه يمكن كل بقيه التريبتوفان كل الامينو اسيد معاه لا، ممكن يكون ديفيشنت في حاجه ثانيه، بس هو اللي يهمني قوي التريبتوفان. فهو ده اللي بيعمل اعراض. لكن لو مثلا ديفيشنت في جلايسين مثلا، ما جلايسين بصنعه في جسمي فمش فارقه معايا. لكن لو بهتم في حاجه اللي هي بتسبب مرض ماشي الحال. طب لو انا اكلت ما ماشي كل كلنا بناكله اكيد، يعني موجود في الانف. لا كتير مش هعمل حاجه، يعني كتير مش هعمل حاجه، انت خد احتياجك. لو قال من احتياجك تنسى، لكن مش لو اكتر من احتياجك بقى تبقى سوبر مان. يعني الموضوع اتحل. كنا طلعنا اول الكليه. يبقى جلادنز وجلودرنز الاثنين هيت كواجلابل سولابل. سولابل يا جماعه في الدالوت اسيد وبيز، موجودين في السيريالز واسيدك بروتينز فيهم جلوتاميك اسيد. واللي ياكل ميز بس يجيله باللجره، عرفنا ليه. ندخل بقى على النوع الرابع من السيمبل بروتينز. خلي بالك كلهم سيمبل، كلهم لما بيكسروا يدوا فقط امينو اسيد، يسمى اسكليرو بروتين. يعني ايه سكليرا؟ صلبة. فكلمة سكلير يعني صلب، يعني هارد. فكلمة سكليرو بروتينز means the hard proteins. مين هم السكليرو بروتينز؟ قال لك كولاجين، الاستين، كيراتين، ريتيكيولين، كل دول اسمهم سكليرو بروتينز. ينفع اسميهم فايبرز بروتينز؟ ينفع. ينفع اسميهم فايبرز؟ ما هم الفايبرز؟ ده حتى كانت وظيفتهم سبورت وبروتكت، وعشان كده هم سكليرو هارد بروتينز. زي مين؟ هبدا معاكم بالكيراتين. الكيراتين يا جماعه نوعين، في نوع اسمه الفا كيراتين وفي نوع اسمه بيتا كيراتين. الالفا كيراتين ده عباره عن الفا هيليكس ولا بيتا شيتس؟ الفا هيليكس. موجود في الانستريتشد هير وكمان في السكن والنيل والهورنز. مكتوب عندكم بالبي، خليها بالاتش، يعني هورنز قرون اعزكم الله. ايوه هي الهورنز، هي القرون. هل تعتقد انه سولوبل ان ووتر؟ لا، ان سولوبل ان ووتر طبعا. وريتش ان دايسلفايد بوند، في الالفا كيراتين دايسلفايد بوند كتير قوي.
يعني قلت لك في سيستم كتير صح ولا لا؟ مالدا سلفايد يعني سيستم. طب جميل. البيتا كيروتين بقى من اسمه كده بيتا تشيتس ولا الفا هيليكس؟ بيتا تشيتس. قال لك موجود في السيل الحرير وكمان موجود في الاستريتشد هير. يقول لك شعر انسيابي وحريري. ليه بقى؟ عشان في بيتا تشيتس وده موجود في السيل يخليه ناعم زي الحرير. اه بالظبط كده. ده يا جماعه البيتا كيروتين موجود زي ما قلنا في الاستريتشد هير. النوع الثاني اسمه كولاجين. يس. ازاي زي ايه دول؟ انتي فرح البيتا شفت انتي فرح ما رشحناها بكده. صاليكي يا فرح صاليكي. الكولاجين. الكولاجين ده اهم بروتين موجود في الجسم. موجود في التندونز الاوتار والليجامين الاربطة والبلاد فيسل وكمان اللانج وكمان السكين والبون والكارتريج. ده اهم بروتين في جسمي اسمه كولاجين. تعتقد ان هو اوف هاي بيولوجيكال فاليو ولا اوف بيولوجيكال فاليو؟ لما بتلاقي تندون وانت بتاكل لحمه بتاكله؟ لا طبعا. مين القطه ده؟ حتى القطه بتقرف منه وما تاكلوش. طبعا لو ده ديفيكال تو في ديجست والامينو اسيد اللي فيه مش اسينشال ولا حاجه. الكولاجين اوف لو بيولوجيكال فاليو وديفيكال تو بي ديجست. قال لك لو عملت له بويلينج لو غليت الكولاجين هتحول لبروتين اخر يسمى جيلاتين. والجيلاتين ده يعني ممكن سهل شويه يبقى دايجست. ايزي تو بي دايجست. هقول والله والله هقول هاردي كل يعني اللي انت عايزاه. هقول والله العظيم والله هقول دلوقتي. يبقى هو ده يا جماعه اللي اسمه جيلاتين بيبقى ايزي تو بي دايجست. يعني لو قلت لك الجيلاتين ده بيجي منين؟ تول باي هيت دي ناتوريشن اوف كولاجين. لو غليت الكولاجين وعملت له هيت دي ناتوريشن الناتج سيكون جيلاتين. قال لك الجيلاتين ده بيبقى سولوبل ان ووتر. لو جبت وورم ووتر ميه سخنه شويه وحطيت فيها الجيلاتين هيدوب. وقال لك لما بعمل كولينج بيعمل جيلي لايك ماتيريال. هو ده الجيلي يا جماعه. لما مامتك تعمل لك في البيت جيلي بتجيب كده الجيلاتين من السوبر ماركت تذوبه في ميه دافيه وتحط الجيلي ده في الثلاجه يطلع كده ايه حاجه زي الجيلي وتعيش حياتك وتحطها على كيك بقى وتعمل كل حاجه. طيب هسال معلومه. لو انا عملت هيت ديناتوريشن للكولاجين وطلعت جيلاتين هل انا كده عملت هيدروليسيس للجيلاتين؟ لا. قال لك لا. الهيت ديناتوريشن ينفولف تشينج فقط في الفيزيكال بروبرتيز يعني في السوليبيليتي. بدل ما هو كان انسولوبل بقى سولوبل ولكن ما حصلوش هيدروليس. يبقى الهيت ديناتوريشن اللي حولت بيها الكولاجين لجيلاتين ما فيهوش هيدروليسيس لكن في تشينج في الفيزيكال بروبرتيز. طيب جميل جدا. خلي بالكم ان الشابتر القادم على طول اللي هو ان شاء الله يا اما الحصه الجايه يا اما الحصه اللي بعدها هناخد الكولاجين بالتفصيل. يعني ده ديسكاست ليتر بالتفصيل جدا ان شاء الله. بعد الكولاجين في إيلاستين من اسمه كده إيلاستين. موجود فين؟ في الإلاستيك تيشوز زي الليجامنت زي اللونج زي البلاد فيسلز كلها إيلاستيك تيشوز فيها إيلاستين. وكمان الريتيكولين موجود في الريتيكولار تيشو زي الليفر. الليفر فيه ريتيكولار تيشو يحتوي على الريتيكولين. خلصنا السيمبل بروتين. هتلاقي عندك سؤال تجميع من الهيت كوآجر بروتينز يعني خلاص حفظناهم. هما مين؟ البومين جلوبولين جلايادينز وجلوتين.